لو سمحت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا عندي 62 سنه. ايوه. وكنت بشكي دايما من الم في صدري. ايوه. ودراع الشمال بيبقى تقيل والم في ظهري. تمام. فروحت ده الكلام ده من فتره وكانت بتجيني زي شرقه كده وانا نايمه بزرق وما بقدرش اخد نفسي. فقالوا لي دي ذبحه صدريه. تمام. فبقيت اخد علاج ومره واحده توقفت. ده الكلام ده من 2003. حضرتك عملتي رسم قلب بالمجهود؟ عملت رسم قلب وعملت قسطره. كويس قوي. قالوا لي القلب تعبان. عضله القلب ضعيفه ولا في مشكله في الشرايين التاجيه؟ عندي تضخم في عضله القلب لان الضغط عالي جدا بيعدي ال 200. طيب. فروح اليومين دول فتعبت جدا فروحت للدكتور فعملت رسم قلب اشعه بالمقطعيه. ايوه. فقال لي عندك الشريان التاجي والشريان اللي بيغذي القلب فيهم مسدودين. تمام. والشرايين من جوه رفيعه. ايوه. فلازم قسطره. طيب. يعمل لي قسطره استكشافيه وبعدين يشوف سكوتي مش عايز دعامات ولا لا. تمام. فانا مش عايز اعمل الدعامات لان عملت قبل كده ويعني مش عايز القسطره عملتها وعرفت اللي فيها. فمش عايز اعملها. فانا تعبانه يعني ما بقدرش امشي. لو مشيت في الشقه بتاع بتنهجي مترين بنهج وبتعب ولما باكل الالم بيبقى شديد لدرجه ان الدبه بتاعه القلب بتوجعني بتعمل لي الم في وداني. حاضر يا مدام راوي. هجاوب حضرتك مدام راوية. لو عند حضرتك ماسوره مسدوده خلاص، الماسوره دي مثلا هي اللي بتغذينا بميه. حلنا الوحيد ايه في الماسوره دي؟ حاجه من الاتنين، يعني لو الالم ده ماسوره وتسدد في حته، يا اما ان انا ادخل حاجه جوه الالم ده عشان اسلك الماسوره دي وعلشان ما تقفلش تاني افضل حطيتها جواها، هي دي فكره الدعامه، او ان انا الجا الى تدخل جراحي ان انا اعمل باي باس، يعني اخد شريان اوصله ما بين اعدي بيه منطقه السدد من المنطقه المفتوحه الى المنطقه المفتوحه. فمفيش حاجة اسمها حضرتك أنا مش عايزة أعمل دعامة. حضرتك القسطرة من الواضح جدا إن حضرتك عندك عوارض قصور في الشريان التاجي. قصور الشريان التاجي معناها إن الشريان أو الشرايين اللي بتغذي عضلة القلب أصبح فيها قصور، بدل ما بتغذيها 100% أصبحت بتغذيها بدرجات أقل. وبالتالي عضلة القلب هتضعف وممكن يحصل حتة فيها تلف أو ما يطلق عليه بالذبحة الصدرية. تدريجيا عضلة القلب هتنتهي خالص وهتبقى ضعيفة. الحل الوحيد إيه؟ إن أنا أغذي العضلة دي تاني وأفتح التروية الدموية عن طريق إن أنا أحط قسطرة وأخش أشوف شرايين التاجية. دي شرايين كتيرة، غالبا الشريان التاجي الأمامي اللي هو اللي بيغذي أكثر من تلتين عضلة القلب هو اللي بيبقى فيه خلل. فالدكتور بيخش يستكشف، بيحقن صبغه وبيشوف درجه الضيق قد ايه. لو درجه الضيق دي لها قيمه والشريان مش معدي خالص الصبغه، حاجه من الاثنين، يا اما انه هيقول لحضرتك اعملي جراحه قلب مفتوح او انه هيضطر يحط ما يطلق عليه الدعامه. الدعامه دي هتفتح في التو واللحظه مسار الشريان وهتعيد الترويه تاني لعضله القلب عشان ما يحصلش مزيد من التدهور في وظائف عضلة القلب. يا ريت حضرتك تسمعي كلام الدكتور اللي قال لك عليه وتفائلي خير، ان النهارده الحقيقه التقدم العلمي والتكنولوجيا في استخدام قساطر القلب والدعامات بقت فيها تقدم رهيب جدا جدا وبفايده عاليه قوي.